يأتي هذا المؤتمر في توقيته الصحيح. نحن أمام يعني هجمة ضد القيم الأسرية والعائلية تحت غطاء التقدم العلمي. علينا أن نستفيد من هذا التقدم، ولكن في الوقت علينا أن نحافظ على قيمنا الأسرية. هي مبدأ تمكين الأسرة كمفهوم هو أكيد جزء لا يتجزأ من عمل الأخصائي الاجتماعي اللي نحن بتم تدريسه لمدة 4 سنوات بالجامعة اللبنانية، لأنه في تدخل كتير مباشر عم بيكون مع الأسر ولازم يصير مع الأسر، بيبتدئ يمكن بكيفية تكوين الأسرة بالإضافة لتذليل العقبات اللي بتواجه كل الأسر، إضافة إلى كيفية التربية، يمكن توجيه بعض النصائح للأسرة لتكون متماسكة. نعم، هذا المؤتمر مهم جدا، أولا لأنه ينطلق من الجامعة، لأنه مؤسسة الأفكار تبدأ في الجامعات، وبالتالي التغيير المجتمعي يبدأ في تغيير المنظور سواء بالسلب أو بالإيجاب، لكن هون نحن نحاول أن نؤسس للإيجاب، إعادة تأكيد دور الأسرة المحوري، لأنها تخرج الإنسان من التفكير الأنوي الضيق نحو المشاركة نحو الإيثار. هذا المؤتمر هو حارس البوابة الاجتماعية أمام الهجمات التي تريد أن تهدم هذه الأسوار التي تحافظ على المجتمع وعلى بنيانه. حطينا إيدنا على الوجع، حطينا إيدنا على خلل اللي موجود بالحضارة الغربية واللي أدى إلى كوارث اجتماعية وإنسانية، حطينا إيدنا على ما يجب أن يكون، بس كيف نصل إلى هذا الذي يجب أن يكون في هذا الزمن؟ هيدا اللي إن شاء الله بتصير في مؤتمرات لاحقة تتحدث عنه بإذن الله تعالى.